السلام عليكم وصحاب طوركم ومرحبا بكم معنا في جمعة جمعة. جيتراكم قاعد بخير وعلى خير وبلي راكم تخلطوا أوقات ممتعة في هذا رمضان الكريم. دونك اليوم من راهي لاكتيفيتي قاعد مكونسونتري على رمضان مراش كاين بزاف لاكتواليتي باردون وانا ديسيدي باه ندير لكم ان سوجي اللي ينجم انتريسي سوستو الشعب الوهراني ان شاء الله. دونك في هذا رمضان وكما كاع رمضانات اللي فاتوا لو تياتر ريجيونال تاع وهران الى توجور اون بلاس امبورطون لا كوميونيتي اورانيس وهذا العام ما راهش مخيب نوطامون غراس او سوكسي اللي داره ديرنيرمون لو سامدي اللي فات مع اون بياس تياترال ان ريشي دوغ اللي عجبت شحال من واحد. بوبليك الوهراني في هذا رمضان راه يتمتع من جديد بالمسرح الجهوي كما اعتاد في السهرات الرمضانيه. السبت اللي فات الاعجاب كان في لا بريستاسيون تاع الجو بوبركه سمير وهانم يسرى في لا بياس عشق الزوالي لا مور دان بوف برودوي تاع لا كوبيراتيف الباهيه لصالح المسرح الوهراني. présenté في لو تياتر ريجيونال عبد القادر علولا ليستوار تحكي على ان جنوم موديست وحشام ما يقدش يصرح بعشقه للشيره اللي يبغيها وفينالمون يدير الكوراج ويديكوفري ميم باللي احساسه متبادل من كل النواحي. اون بياس 2022 من عند علي ناصر وإدارة متجهري حبيب انسان خاوية من الديكور فيها ان سو سياج الدور عليه كاع ليستوار مع ان توش كوميك اللي فريمون تمتع الحضور. انا بغيتك على هي نورمالمون حلقه من اصل ثلاثه لهذا العام الزوجه منهم صاحبي كيما خويا مون امي كوم مون فرير بروغرامي مور العيد من كتابه الراحل مفلاح العربي ربي يرحمه الوغ كو لا ثروزيام بياس مكانه ساكته تاع فارس حمد بروغرامي في لافان تاع هذا العام ان شاء الله. مرحبا بكم في لا روبريك تاعكم ريتروفيزور في ليميسيون جمعه جمعه نكملوا دائما في لو تياتر واليوم عندنا ان غرون كوميديان اي ان غرون اكتور في الخشبه في السينما وحتى في المسلسلات اللي شفتوهم في التلفزيون. تابعوا معنا شكرا معنا اليوم ونتلاقوا من بعد. محمد حيمور من مواليد أول فبراير 1945 بمدينة وهران بالتحديد بحي قنبيطة. بدا مشواره الفني على خشبة المسرح في بداية الستينات. أول مسرحية شارك فيها هي مسرحية المنفي لولد عبد الرحمن كاكي في 1962 وكانت بمثابة انطلاقة مسيرة فنية كبيرة مع عمالقة الخشبة أمثال عبد القادر علولة صراط بومدين بلاحة بن زيان فضيلة حشماوي عبد القادر بالقايد عزري غوتي وآخرون. محمد حيمور معروف بصوته الذهبي وآداءه المتميز على الخشبة هذا اللي أعطى صبغة فريدة لكل الأعمال اللي شارك فيها. محمد حيمور شارك كذلك في أعمال سينمائية كبيرة مع مخرجين كبار أمثال محمد شويخ في فيلم القلعة في خطر ربي وين راكم المؤمنين غينوب هاتينا خبيزة لا يفتح عليك ما عنديش هاتيني شوية درهم شي خبيزة ما كانش هاتيني شوية ما والله لا راني نموت ما عندي لا ما لا درهم حالتكم راهي تشف كثر من حالتي علاش ما تخرجوا تطلبوا علاش ولا تحشمتوا. ومحمد افتسان في فيلم الجلطي. المسيرة الفنية لمحمد حيمور فاتت 50 سنة من العمل
سواء فوق الخشبة أو أمام الكاميرا. ماذا بينا الجيل الجديد يستفاد من تجربته وخبرته ونعود نشوفوه في أعمال جديدة. Voilà pour la nouvelle Jemaa Jemaa. J'espère que vous aimez le nouveau format. Qu'est-ce que Nathani, il est plus intéressant. Les commentaires. Hein? Les commentaires ou les likes, bien sûr, bien ou sûr. Le partage. Voilà. Ou bien sûr, il est plus intéressant le format. Nous allons vous dire, Inch'Allah. Inch'Allah. Bidnillah. Bidnillah, bébé. J'ai eu le dernier خبر محزن. حاجة صدمة جاتني يعني نوعا ما. فقدان الزميل والصديق تاعي عبد القادر العرايش الله يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه ويسع عليه. ندعو له بالرحمة والمغفرة. عبد القادر توانو مونك يا اخويا.